وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الفضيلة يجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفضيلة يجيب. الدرس 81 بعد 200. الأستاذ حامد المنوفي. السؤال الأول: كنت في الصلاة وشككت هل توضأت أم لا، فماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عند أهل السنة والجماعة في حالة الشك نأخذ بالزيادة، يعني أنت عندك نقص، في هذه الحالة الأفضل لك أن تعيد الصلاة مرة ثانية. الأستاذة أمل القاهرة: ما الحكم في نشر صور غير محترمة على الفيسبوك؟ من نشر صورا غير محترمة وغير جيدة على الفيسبوك أو على غيره فهذا يؤدي إلى فتنة وإلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ومن فعل هذا فقد أغضب الله عز وجل وأغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: الأستاذ يسري من أسيوط: دخلت المسجد لصلاة الفجر، هل أصلي تحية المسجد أو أصلي السنة؟ إذا دخلت بعد الأذان يلزمك صلاة السنة مباشرة مخافة أن تضيع منك، فإن سنة الفجر مؤكدة وقيل واجبة، وهي التي قصدها الله تعالى بقوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما إذا دخلت المسجد قبيل أذان الفجر ولا زال معك وقت فلا حرج أن تصلي تحية المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الرابع: خالد من المنصور: طلقت زوجتي لسوء عشرتها معي ولم أظلمها، ولكنها منعت أولادي عني وتجعل أولادي يكرهونني وتكذب عليهم. يا أستاذ خالد، ما دام الطلاق قد تم فإن بينكما ما طرق الحداد، لو كنت مكانك لصبرت على أذاها وتحملت 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 لأجل الأبناء، ستدفع أنت الفاتورة غالية في أولادك، سيضيعون منك وقد ضاعوا منك بالفعل. إن استطعت أن تعيدها إلى عصمتك مرة ثانية وأن تتحملها وأن تعتبرها مريضة نفسيا، وأنت بالنسبة لها الطبيب والأخ والوالد، فافعل 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 فافعل.
السؤال الخامس، الأستاذة نادية من الفيوم، ما الفرق بين غسل الجنابة والاغتسال العادي؟ الاغتسال العادي يفعله المسلم بأي طريقة، ليس هناك تقديم ولا تأخير، ويستخدم الصابون والشامبو وما يشاء. أما غسل الجنابة فله 5 مراحل. المرحلة الأولى غسل الأعضاء التناسلية 3، ثانيا الوضوء وضوءا كاملا.